بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، لازلنا نتواصل ولا زال الحديث هو التواصل مع هذا الانطلاق الجميل والموفق، هذا الانطلاق الشيق والممتع. ما شاء الله، اندفاع جديدة، نوعية مميزة جديدة في هذا الاندفاع. شوط خصص للحول، اصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من ابناء القبائل، فالباب هناك مفتوح للمشاركة للتنافس الجميل مع هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق الموفق. شوطنا الخامس يحمل شعارات في طياته، شوطنا الخامس في الكشوفات الكثيرة، ايضا اسامي مضمرين وملاك هنا عاشقين هذه الرياضة الجميلة، حاملين تراث ابائهم واجدادهم. نسير مع مياسة في المركز الاول، فخيت محمد بن عمودي الاجتبي هو من يقدم مياسة على المركز الاول، هو من يسيطر حتى هذه اللحظة. انتقل وياكم الى مزيونة في المركز الثاني، سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم يمع بن عبيد بن محمد الفلاسي، بينما اللي في المركز الثالث زعفرانه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري، وفي المركز الرابع هناك املوله لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم مع مهير بن سيد بن نايع ابو النواس رابع المراكز، وفي المركز الخامس هناك تاتي بالصغان لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم يمع بن عبيد بن محمد الفلاسي. ندائنا الاول شوط الحول لأصحاب السمو الشيوخ، شوط الأمال، شوط الانتصار إن شاء الله للجميع، شوط التفوق والانتصار هناك من الانطلاق إن شاء الله حتى خط النهاية. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين، يا أخوة المنتظرين هنا مع الانطلاق. نسير مع صدارة هذا الشوط مع زعفرانه، هي اللي في المركز الأول، هي اللي غيرت كنترول هذا الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، هنا مع سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري هو من يقدم ومدفع بزعفرانه النقله على المركز الثاني اللي هي مزيونة لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم يمعه بن عبيد بن محمد الفلاسي. هناك اللي في المركز الثالث مياسة تنتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات، بخيت بن محمد بن حمودي الاجتبي ما شاء الله دافع آمالها للذيد، كافة نقله على المركز الرابع. اللي في المركز الرابع هناك شعار سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم على ظهر هملولة محير بن سيف بن نايع أبو نواس، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس تتواجد معنا بن صوان لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم يمعه بن عبيد بن محمد الفلاسي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الشعارات متألقة بالحقيقة في هذا الصباح، الشعارات متفوقة في هذا الشعارات، أدائها أداء يعني استعداد لهذا الموسم، أدائها ومشاركتها في هذا الصباح استعدادا لهذا الموسم. ما شاء الله نتمنى التوفيق. ما شاء الله زعفرانة مسيطرة على المركز الأول، أدائها أداء جميل، شعارها مميز في هذا الميدان وفي أي ميدان، يعني تحمل أمان الكثير والكثير لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع أحد شباب الخوانيج سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. ما شاء الله يا أبو مطر هو المسيطر مدافع عن المركز الأول حتى هذه اللحظة. النقلة هناك على مياسة بخيت بن محمد بن حمود الاجتبي أيضا دافع بمياسة متألق حتى هذه اللحظة. نقلتنا هناك ثوب بن صوغان في المركز الثالث لسمو الشيخ راشد محمد بن مكتوم يمعه بن عبيد بن محمد الفلاسي، وفي المركز الرابع المركز الرابع مزيون سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد مكتوم يمعه بن عبيد بن محمد الفلاسي، وفي المركز الخامس هنا أيها الأخوة تشاركنا اللي هي الخوارة هو أول نزل السيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن محمد بن رفيع. هكذا هي النتيجة أيها الأخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام، بالوفاء والتمام. الله الله يا زعفرانة مسيطرة على المركز الأول، الله مسيطرة على مقدمة الشوط، تشتاق تشتاق وتحن وترن ما شاء الله على موقع المركز الأول حتى هذه اللحظة، متجولة بشعارها على أرضية هذا الميدان، على أرضية ميدانها، باحثة عن الناموس ونقطة يعني تاريخية سوف تسجل في سجل هذا الميدان بأن زعفران هي صاحبة المركز الأول في شوطنا الأول الحول
اصحاب السمو الشيوخ ما شاء الله اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوم سعيد بن عبيد بن خليفه الحميري هو من يدفع. بقول سلام ابغي اسلم يا جماعه بسلم ابغي سلام سلام لهالي زعبي وسلام لهالي الخوانيج ايضا سلام لزحبيل وسلام لهالي الخوانيج. يعني من هذه اللحظه على حسب عرفنا ومشاهدتنا لاندفاع الهجن هناك اندفاع كلي عن بقيه المراكز، ولكن لا غريبة في هذه الرياضة الملاحقة هنا والاقتراب من زعفرانة 600 متر الأخيرة تفتح أبوابها مرحبة مستضيفة. يعني هذا الشعار مالك هذا الشعار ومضمري هذا الشعار والسلامات يعني هنا أرسلناها دائما لهالي زعبيل بحثناها إلى هالي زعبيل كافة وين ما يسكن سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. ولكن قلت لكم لا قريبة في هذه الرياضة هنا اللي هي هملولة بدأت تقترب، بدأ بن واسر يرسلها رسال حكيمة وميز سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع مهير بن سيف بن نايع أبو نواس مع الميتين المتر الأخيرة هو طار السلام تغير في هذه اللحظات إلى شعار سمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم مهير بن سيف بن نايع أبو نواس. تهانينا لهالي زعبيل وسلام لهالي الخوانيج كافه وين ما يسكن المضمر. هذا الشعار مهير بن سيف بن نايع ابو نواس من منصه فوز هملوله بالمركز الاول، زعفران في هذه المراكز سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن سعيد مكتوم المركز الثالث. هناك تتواجد معنا ثالث المراكز اللي في المركز الثالث مياسه لبخيت بن محمد بن حمودي الاتش تي بي ما شاء الله 6 دقائق 41 ثانية 77 جزء الثاني هو توقيت حملونا في المركز الأول.